اهلا بيكم. يوم جديد وحكايه جديده هنحكيها معاكم في برنامجنا حكايه مكان. حكايتنا النهارده في واحده من اهم المعالم الاسلاميه في مصر وواحده من افخم القلاع المصريه، موجودين معاكم داخل قلعه الناصر صلاح الدين الايوبي. تعالوا مع بعض نعرف حكايات كتيره جدا داخل قلعه صلاح الدين الايوبي. في قلعة الجبل، وسميت قلعة الجبل لأن أقيمت وتنفذت فوق جبل المقطم، كمان قلعة قبة الهواء، لأن يقال إن قرقوش لما كلفه الناصر صلاح الدين بعمل قلعة الناصر صلاح الدين، هو الحقيقة اختار المكان ده بعد ما جاب لحمة وحطها في أماكن كتير قوي في مصر، ولقى إن المكان الوحيد اللي ما فسدتش فيه اللحوم هنا، في موجود هنا في المكان اللي تم تنفيذ فعلا قلعة صلاح الناصر صلاح الدين فيها. الحقيقة ان المكان هنا جو نظيف جدا، كمان عملوا هنا بير يوسف، لان الناصر صلاح الدين كان عايز لو تم حصار للقلعة يبقى عنده المية اللي يقدر يشرب منها ومحدش يقدر يتحكم فيهم لو حصل حصار. الحقيقة ان فيه هنا كمان اكتر من 5 ابواب، على كل باب فيه سقوط، السقاطات دي بيبقى فيها زيت مغلي عشان اي حد داخل من الابواب يصبوا عليه الزيت المغلي فيقضوا عليه تماما. القلعة واماكن كتير في القلعة وحكايات كتيرة جدا لقلعة الناصر صلاح الدين الايوبي، اللي ناس كتير مفكراها قلعة محمد علي بسبب الكباب اللي بيكون ظاهرة من خارج القلعة، لكن الكباب دي عبارة عن مسجد محمد. زلنا معاكم داخل قلعة الناصر صلاح الدين الأيوبي. الناصر صلاح الدين الأيوبي عمل القلعة وفتحها لكنه مات قبل ما يدخلها ولا يعيش فيها، لكن بعد كده عاش فيها أول حاكم وهو الحاكم العادل اللي كان ابن أخوه. بعد كده استمرت القلعة مكان للحكم لغاية ما جه الخديوي إسماعيل. بعد كده الخديوي إسماعيل بعدها جه الخديوي توفيق عمل قصر عابدين وخلاه مقر الحكم. لكن الحقيقة احنا وصلنا لمكان ليه حكاية، يعني تعتبر من الحكايات اللي معروفة جدا عن القلعة، وهي مذبحة القلعة. المكان ده تم فيه مذبحة القلعة. محمد علي عرف ان المماليك قرروا ان هم يغدروا بيه، وظبط العديد من الرسائل بينهم وبين دول معادية، فحب ان هو ينتقم منهم ويخلص منهم قبل ما هم يخلصوا منه، فقرر ان هم يدعوهم على الاحتفال اللي فيه هيخلي ابنه يقود الجيوش الى الحجاز اللي هو احمد طوسون. والحقيقة فعلا جمع كل المماليك وكانوا عبارة عن 470 مملوك، جمعهم كلهم عند احد الابواب اللي هو باب العزب وقفل الابواب، واثناء ما هم بقى ملهيين في الاكل والشرب اللي كان مقدم ليهم والموائد الكتيرة اللي كانت مقدمة ليهم، هو دخل الجنود عليهم
دبحوهم تماما، وفي ناس بيقولوا ان هم اطلقوا عليهم الرصاص، وكان وابل من الرصاص وعمل مذبحه كبيره جدا لم ينجو منها الا مملوك واحد بس، هو الامير ابراهيم. الامير ابراهيم نط بالحصان بتاعه من هنا من اعلى قمه القلعه زي ما احنا شايفين، نط بالحصان من هنا. الحصان طبعا مات، هو اصيب بعدد من الجروح، لكن في ناس لقوه واخدوا منه الذهب والالماظات اللي كانوا معاه وعالجوه، وبعد كده هو الوحيد اللي قدر يهرب الى الشام. لكن يقال ان المذبحه الكبيره اللي عملها محمد علي كان نتيجتها ان الدم كان مغرق كل الشوارع المحيطه بالقلعه، لدرجة ان هم يقال انهم سموا المنطقة المحيطة بالقلعة الدرب الاحمر من كتر الدماء اللي كانت بتغطي ارجاء المكان. دي كانت حكاية مذبحة القلعة والمكان اللي نط منه الامير ابراهيم من هنا، والوحيد اللي نجا من مذبحة القلعة اللي عملها لهم محمد علي. يقال ان في الايام الاخيرة من حياة محمد علي ان هو كان زعلان جدا على انه عمل المجزرة دي، وكان نادم ندم كبير جدا، وكان فكر ان ليه ما كانش عمل حل اخر غير انه يموتهم ويعمل لهم مجزرة. كمان محمد علي في اواخر ايامه الحقيقة اصيب بالزهايمر وكان مريض جدا، وكلنا عارفين ان محمد علي حكم مصر من 1805 لغاية 1848. الحقيقة ان هو كمان قرر انه يعمل مدافن خاصة باولاده وبيه، لكنه ما اندفنش فيها واندفن هنا داخل مسجد محمد علي، وموجود هنا مدفون إلى الآن، ونقدر كلنا نزور المكان اللي اندفن فيه داخل مسجد محمد علي. قصص وحكايات كتيرة جدا داخل قلعة الناصر صلاح الدين الأيوبي، كلها بنحكيها معكم في برنامجنا حكاية مكان. وصلنا لمكان من الأماكن المميزة جدا داخل قلعة الناصر صلاح الدين الأيوبي. المكان هنا هو مسجد محمد علي، واللي الناس كلها تقريبا بتفتكر ان القلعة هنا اسمها قلعة محمد علي بسبب القباب اللي بتشوفها من بعيد. زي ما احنا شايفين حوالينا كده مسجد محمد علي او مسجد الألباستر، وده لانه كله معمول من الرخام والألباستر، حتى سموه مسجد المرمر من كتر المرمر اللي موجود فيه. في عدد من القباب تقريبا 4 قباب وخمس أنصاف. حوالينا كمان هنلاقي في قباب صغيرة على الجوانب. في الوسط موجود المكان اللي كان بيتم فيه الوضوء. يعني المكان اللي احنا شايفينه في الوسط بالظبط ده كان الناس بيتم فيه الوضوء، بعد كده بيدخلوا المسجد عشان يصلوا. هنا المكان زي ما احنا شايفين كده بيدل على العمارة وجمال العمارة ودقة التنفيذ وروعة التصميم. زي ما احنا شايفين كده السقف نفسه والزخارف، المرمر، الحنفيات الصغيرة دي اللي كانوا بيتوضوا فيها، كله من الرخام والمرمر، حاجة بتدل على جمال الآثار المصرية القديمة واللي بنفتخر انها موجودة على أرض مصر، أرض الجمال، أرض الآثار المصرية. هنا في القلعة بنجمع ما بين الروحانيات من خلال مساجد عدة، تقريبا 4 مساجد، أهمهم المسجد اللي احنا موجودين فيه. المسجد مبني على 84 متر. كمان المسجد بيحتوي على أكبر مآذن موجودة في مصر. كمان داخل ساحة المسجد هنشوف هدية جميلة جدا، وهي الساعة اللي موجودة قدامنا دي فوق. الساعة دي
عمرها أكتر من 175 سنة. الساعة دي أهداها الملك فيليب ملك فرنسا لمحمد علي بعد ما هو أهداه مسلة حطها في أشهر الميادين في فرنسا، فحب يرد له الهدية فجاب له الساعة دي. الساعة دي وللأسف بعد ما اشتغلت بعدها بشوية وقفت، حاولوا يصلحوها كتير تقريبا مرات كتير عديدة أيام عصر محمد علي، حاولوا أنهم يصلحوها لكنها وقفت برضو. لكن الحقيقة أن وزارة الآثار المصرية الحقيقة بما أنها بتعمل مجهودات كبيرة جدا في ترميم الآثار المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاموا فعلا بتصليح الساعة وبدأت تشتغل بعد 175 عام. هو ده جمال مصر وجمال الآثار المصرية الجميلة اللي منورة بلدنا، اللي احنا فخورين ان احنا موجودين في بلد فيها الآثار المصرية القديمة. تعالوا بقى ندخل المسجد دلوقتي ونشوف كمان المسجد اللي اندفن فيه محمد علي، ونشوف كمان جوه حاجة مش هتشوفوها غير في مصر، جمال مصر وآثار مصر. يلا بينا نشوف. ما زلنا معاكم داخل قلعة الناصر صلاح الدين الأيوبي، وموجودين داخل مسجد محمد علي. محمد علي قرر ان هو يعمل مدافن علشان يندفن فيها، لكنه ما اندفنش فيها، اندفن فيها كل أولاده وهو على قيد الحياة، لكنه اندفن هنا داخل مسجد محمد علي. الحقيقة ان الشاهد موجود في الاتجاه التاني، لكن الحقيقة جهود وزارة الآثار ان هي بتعمل ترميمات فاحنا مش هنقدر نعديله، لكن الشاهد رائع جدا اللي اندفن فيه محمد علي. هنا كمان زي ما انتم شايفين فن وعمارة وجمال مش هتلاقوه غير هنا في مصر وآثار مصر الجميلة. زي ما انتم شايفين النجف بالمساحة الكبيرة جدا اللي حوالينا دلوقتي، السقف لو بصينا عبارة عن قباب، والقباب دي اتعملت مخصوص عشان خاطر كان زمان طبعا ما فيش اي وسيلة مايكات مثلا تكبر الصوت، فبالتالي كان المؤذن لما بيقول الله اكبر القباب دي بتعمل صدى صوت كبير جدا، فبالتالي بيسمع المصلين الصوت وبالتالي بيرددوا وراه وبيقدروا انهم يصلوا. كمان لو بصينا في السقف هنلاقي ان مكتوب اسماء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، يعني الحقيقه حاجه من العماره الاسلاميه والفن الاسلامي الجميل من القيمه والمرمر والرخام، مكان رائع بكل صفاته، بيدل على روعة التنفيذ ودقة التصميمات اللي أتى بيها محمد علي من كل المهندسين وأمهر المهندسين في العالم عشان ينفذوا الجمال الموجود في مصر ده. كمان هنا زي ما انتم شايفين كده احنا هنا في المنبر اللي اي حد طبعا بيتمنى كشيخ ان هو يقف على المنبر ده. المنبر ده زي ما احنا شايفين كده فيه جمال غير طبيعي، يعني لو بصينا حوالينا كده هنلاقي ان المنبر ده كله معمول بزخارف مش موجودة غير هنا في مصر. جمال مصر وآثار مصر وروعة التنفيذ والدقة في التصميمات. مش بس كده، كمان لو بصينا هنا على باب المنبر، فباب المنبر ده هنلاقيه باب صغير جدا مع ان المنبر كبير جدا وضخم وعملاق، لكن الباب ده اتعمل باب صغير عشان خاطر محمد علي كان قصير، فبالتالي لما يدخل من هنا يحس بالعظمه برضو ان هو داخل كده ومن هو مش قصير، فعملوا الباب ده قصير. لكن زي ما شايفين كده روعه في التصميم وجمال في التنفيذ، منبر رائع. شوفوا القايمه عامله ازاي، شوفوا التصميمات دي عدى عليها أكتر من 1000 سنة وما زالت برونقها. لكن الحقيقة أن وزارة الآثار الحقيقة دايما بتقوم بالترميمات، وأن مسجد محمد علي من المساجد كمان اللي لقى الحقيقة اهتمام كبير جدا من كتير جدا من حكام مصر، وكانوا دايما بيعملوا له ترميمات لأن كان فيه كسور في القباب، يعني كان فيه خطأ من الأول في القباب، فبالتالي دايما كانوا بيعملوا له ترميمات بشكل مستمر. لو بصين هنلاقي كمان في منبر تاني موجود هنا داخل المسجد زي ما احنا شايفين كده،
كله من المرمر، المرمر، عشان كده سموا المسجد ده مسجد المرمر. الألباستر والمرمر والجمال اللي موجود ده موجود في مصر. نفس الحكاية هنا في المنبر ده برضو، ان الباب بتاعه هنلاقيه برضو الباب قصير عشان خاطر يقدر يدخل منه محمد علي. هنا كمان في زي ما احنا شايفين كده، ده كان بيقعد عليه العلماء لما يجوا يدوا الدروس للناس اللي في المسجد، كانوا بيقعدوا هنا ويدوا دروسهم ويلقوا دروسهم على الدارسين الموجودين في المسجد. جمال مش ممكن تلاقوه غير داخل مصر، وجمال مصر، وزي ما احنا شايفين كده الحقيقة الواحد مبهور، يعني لازم تيجوا بجد وتشوفوا بنفسكم على الطبيعة، الجمال المصري والدقة في التنفيذ وروعة التصميمات اللي مش هتلاقوها غير هنا في مصر وفي مسجد محمد علي. اهلا بحضرتك ونتعرف. اهلا بحضرتكم، اسلام حسن، مرشد سياحي مصري. احنا شايفين السياحه الحقيقه بدات تنتعش وفرحانين جدا ان ده بيحصل في مصر. قول لي بقى الجنسيات اللي مع حضرتك النهارده ايه؟ انا معايا جنسيه كاتالونيه، دي مقاطعه في اسبانيا، هم بيعتزوا بالجنسيه دي ان هم كاتالان. وطبعا من اول ما جم مصر هم لسه جايين بصراحه امبارح، شايفين ريستوريشن للاماكن المعماريه المصريه القديمه جميل جدا، فهم لسه حتى كنا بنتكلم معاهم بنشكر الحكومه المصريه على المجهودات الكبيره. حضراتكم اكيد صورتم في تجهيز وتحضير و يعني اعاده ترميم للاماكن الاثريه المصريه، فهم فرحانين جدا. ولسه شايفين في ابريل اللي فات طبعا الموكب المومياوات، وكانوا لسه بيتكلموا عنه وافتتاح متحف الحضارة الجديد والمتحف المصري الجديد. فهم بصراحة يعني عندهم انطباع جيد جدا عن مصر، وده اللي خلاهم ييجوا ويزوروا مصر، وكانوا بيحضروا الزيارة دي من فترة بس طبعا بسبب الكوفيد وكده، فلسه جايين امبارح، وان شاء الله لسه بنبدأ الرحلة اللي مستمرة لـ 8 ايام. اكيد مبسوطين، بقولهم ان احنا مبسوطين بوجودهم معنا في مصر وعايزينهم دايما معنا. La señora está pasando esta información para ustedes que están contentos por su visita a Egipto. Y le pregunta qué tal la visita, los sitios que han visitado. عايزين بقى نعمل لقاء معاهم، انت هتيجي بقى تترجم لنا بقى. فيعني قولي لي، عايزة أعرف منها هي إيه أكتر حاجة عجبتها في مصر وهتحكي لأصدقائها عنها لما تروح بلدها مرة تانية. ¿Y qué va a decirles cuando vuelva en su país? ¿Qué le va a decir a sus compañeros y a sus amigos? De momento he visto poca cosa porque es el primer día, pero me ha gustado mucho y voy a aconsejar a todos que vengan porque vale la pena, que es muy bonito y muy interesante. هي قالت لحد دلوقتي انا زرت حاجات بسيطه، طبعا احنا لسه بادئين النهارده اول يوم زياره، زرنا بس المتحف المصري. فهي بتقول كان عظيم يعني، مبسوطه بيه جدا، وطبعا لما تروح بلدها هتقول لكل أصدقائها وكل أصحابها إن كل حاجة في مصر جميلة جدا، وهتنصحهم بزيارة مصر.
وصلنا لمكان تاني من الأماكن الموجودة داخل قلعة الناصر صلاح الدين الأيوبي. احنا موجودين في مسجد محمد ابن قلاوون أو المسجد الأبلق. المسجد ده من العصر المملوكي، عمره أكتر من 700 عام. زي ما انتم شايفين الحقيقة طراز البناء الرائع، ويقال أصلا أن الناصر صلاح الدين لما جه يبني القلعة أنه أخد حجارة كتير جدا من بواقي الحجارة اللي كانت موجودة في الأهرامات. لكن هنا في مسجد محمد ابن قلاوون هنلاحظ ان المعمار مختلف وجميل جدا. هنلاحظ كمان ان فيه العديد من الطراز الإسلامي الجميل. في الأعمدة مختلفة، الأعمدة منها اللي أتى بيها محمد ابن قلاوون من الطراز الروماني والبيزنطي. في كمان الأعمدة الضخمة اللي هناك دي واللي موجودة في أرجاء كتير من المسجد، دي أصلها فرعوني جرانيت أحمر، اللي هي أكبر أعمدة، اللي هي زي العمود ده، زي ما احنا شايفين كده العمود ده فرعوني، ده فرعوني، ده فرعوني وموجود أكتر من عمود منه ومن الجرانيت الأحمر. لكن في كمان هنا أعمدة أتى بها من كنايس كمان من رومانيا وعليها صليب. الحقيقة أن المكان أكتر من رائع، واستخدموا فيه طراز بناء فريد من نوعه. في كمان في السقف هنا موجود القصعة الخشبية اللي بتزين السقف، يعني حاجة من كلمة القصعة اللي احنا بنشيل بيها الطوب والزلط وبنستخدمها في المعمار، لكن دي قصعة خشبية. الخشب ده من خشب الصندل. ليه خشب الصندل؟ لأنه بيدي روائح، روائح جميلة جدا في المكان، يعني حاجة مبهرة جدا. نلاحظ كمان انه استخدم اللون الأحمر واللون الأسود في الأماكن الموجودة في السقف وفي الجوانب. الحقيقة طراز جميل جدا. المسجد هنا ليه اتنين من الأبواب، الباب الغربي اللي موجود في المدخل والباب الشمالي. عند كل باب فيه مئذنة. المآذن هنا كمان مميزة جدا، يعني الحقيقة طراز إسلامي رائع جدا. وأشهر حاجة بتميز مسجد محمد ابن قلاوون هي القبة، القبة الخضراء اللي معمولة من الإشاني الأخضر. لو بصينا كمان للمآذن هنلاقيها أنها نفس الطريقة، المئذنة برضو بالإشاني الأخضر. الحقيقة تحفة معمارية وفنية من العصر المملوكي، وجمال الآثار المصرية الجميلة اللي موجودة داخل القلعة. القلعة فيها أربع مساجد، القلعة فيها قصور، القلعة فيها حاجات كتيرة جدا. في البداية بنت من أجل حماية مصر، لكن بعد كده أصبحت مدينة. كل حاكم كان بيحكم مصر من هنا من القلعة كان بيعمل حاجات تانية غير هدف الحماية، وكان بيبني قصور. وفي هنا قصر لمحمد علي اسمه قصر الجوهرة، في مجموعة من الأبراج، في الحضارة مش بس الإسلامية لكن الأثرية والمعمارية والتحف الفنية اللي مش هتلاقيها غير هنا في مصر. مسجد محمد ابن قلاوون من العصر المملوكي، وحكايات كتيرة عنه، جمال جمال طبيعي، لازم تيجوا تشوفوه بنفسكم وتتفرجوا على جمال التحف المعمارية والآثار المصرية القديمة اللي مش هتلاقوا الجمال ده غير أكيد في مصر.
كنا معاكم في أهم معلم من المعالم الإسلامية في مصر في قلعة الناصر صلاح الدين الأيوبي. بتمنى تكونوا استمتعتوا معانا بكل حكايات المكان، وبتمنى كمان تجيبوا أولادكم يشوفوا مدى الجمال ومدى الآثار المصرية الجميلة اللي من حقهم علينا إن احنا نعرفهم تاريخ بلادهم الجميل ما بين الآثار الروحية والآثار الإسلامية والطراز الإسلامي وجمال المتاحف، متحف الشرطة ومتحف الحربي. استنونا إن شاء الله الحلقة الجاية وحكاية جديدة هنحكيها معاكم في برنامجنا حكاية مكان.